بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان العداء من الكفار فقط، لكن عندما هاجر كان اليهود في المدينة، فبدأ العداء من الكفار المشركين ومن اليهود ومن المنافقين. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في المدينة يهود. جابك الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرة إلى المدينة، مدينتنا بن سويف. فزاد الأعداء، أول كان الأعداء كفار مكة، أصبح الآن الأعداء كفار مكة واليهود وأهل النفاق نسأل العافية والسلام، الذين يظهرون الإيمان الإسلام ويبطنون الكفر. نعم، صبر عليه الصلاة والسلام. وكان يعلم المنافقين بأعيانهم، يعني هذا منافق نسأل الله عليه السلامة، لكن لم يقتل واحدا منهم عليه الصلاة والسلام لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يكون زود سمني بكوي زود تو بس لما يكون زود بمارغريسا يبتزم توي زود.